لقد بدأ اهتمامي بموضوع الوصول إلى الدواء قبل أكثر من 30 عاما، وذلك عندما كنت في عضوا في لجنة الأمم المتحدة لحماية الأقليات ومنع التمييز، وكنت ألاحظ باستمرار أنه بينما كان هناك اهتمام كثير بالمواضيع الفرعية، فإن الاهتمام بهذا الموضوع الأساسي الذي هو حق الوصول إلى الدواء لم يكن موضع اهتمام اللجنة ولا غيرها من اللجان. هذا الموضوع مهم جدا، لأنه من دون الصحة، من دون الوصول إلى الدواء خاصة في مناطق العالم الثالث والمناطق الفقيرة، لا يمكن التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. سيواجه هذا الاجتماع الذي يعني عقد بناء على مبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة كثيرا من التحديات، يعني لا أود أن نسميها مشاكل. أولا الموضوع كبير جدا، ثانيا نحن لا نبدأ من الصفر، وإنما هناك نظام عالمي يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهناك أيضا مصالح الشركات العابرة للدول التي خاصة في مجال الدواء، ودون مساهمتها لا يمكن أن يكون هناك تقدم في إيجاد الأدوية الضرورية خاصة في المناطق الفقيرة ومناطق العالم الثالث. فعلينا أن نجد حلا وسطا بين مشاركة هذه الشركات وبين الحاجة لتوفير الدواء بأسعار معقولة للفقراء.